وساهمت مصر في تنمية وتطوير القارة، وضربت مثال في المبادرة للنبات، وإزاي إن مصر من الدول الخمسة المؤسسة ليها. كان بيتكلم على أهمية إن هو مصر برضو تدعم أو يعني تنضم للاتحاد المغرب العربي لأن إحنا مش أعضاء، وتحاول إنها تدفعه وتدعمه لأنه مش فعال. اتكلم على طبعا السياسة الخارجية لمصر بعد الثورة أو بعد الثورتين اللي شهدتهم مصر، واتكلم على أهمية المنظمات الحكومية والانفتاح عليها، أهمية دور الشباب، أهمية مجتمع المعلوماتية، ويمكن هو ركز على هذه النقطة أكثر من غيرها، وقال إنه من خلال يعني هذا الرصيد الضخم من المعلومات اللي هي بتظهر به مصر هي ممكن إنها فعلا تتقدم وتقدر إنها تحقق الاختراق المطلوب للمستقبل. اتكلم على إمكانية إن هو يبقى في تحالف استراتيجي بين مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا، واتكلم على إنه المفاهيم الخاطئة اللي بيتم تداولها عن التنافس بين هذه القوى الإقليمية هو مفهوم غير صحيح. ويمكن أشار برضه لنقطة بتهمني أوي وهو موضوع اتفاق أوزوميني. اتفاق أوزوميني اللي هو بمقتضاه إحنا كان كل القارة الأفريقية متفقة على إنه نحاول ناخد مقعدين في دائمين في مجلس الأمن. هو بيتكلم على إنه اتفاق أوزوميني اللي إحنا عاملين دلوقتي بنتكلم عليه يعني عملية مبكرة جدا إن إحنا نبتدي نتنافس على من الذي يتولى مقعد مجلس الأمن، طالما إنه حتى الآن لم يتم حتى الاتفاق على عدد المقاعد في مجلس الأمن ولم يتم إصلاح الأمم المتحدة، فهي عملية يعني سابقة لأولها، ونركز أكثر على إن إحنا نحدث هذا التغيير في الأمم المتحدة قبل أن نتحدث عن من يعني يقعد على المقعد. يعني إدى رسالة في الآخر إن هو يا جماعة أفريقيا ليست قارة سوداء، أفريقيا تحتاج لمصر كما تحتاج مصر لأفريقيا، واتكلم بصفة خاصة على التعاون العربي الأفريقي، وهو شايف إن مصر ممكن تكون قادرة حقيقية لدفع التعاون العربي الأفريقي لما يحقق المصالح للجميع. السيد الوزير حسين سليمان بوشاش طبعا اتكلم على المفهوم بتاع إنه القارة في قوة بتحاول إنها تقسمها وتكرس انقساماتها، والانقسامات اللي هي بتحاول تكرسها ما بتبقاش حتى بس مجرد يعني تقسيمات جغرافية أو غيره، ده بيتكلموا على تقسيمات لغوية وتقسيمات ثقافية، ويتكلم على أفريقيا يعني شمال الصحراء وأفريقيا جنوب الصحراء، وبنتكلم على أفريقيا التقدمية وأفريقيا المختلفة. المهم إن هو بنحاول إن هو هذه القوة تحاول تفتيت القارة الأفريقية طبعا للاستفادة فيما بعد. يعني هو إحنا أنا تفهمي لهذا الموضوع إنه إحنا بنحاول نفتت علشان طبعا في القوة اللي إحنا كنا بنحاول نسعى إليها من خلال مفهوم القذافي على عملية الوحدة الأفريقية ونصل إن إحنا نكون زي الاتحاد الأوروبي، إنه في ثروات ما زالت كامنة وكثيرة وضخمة في القارة الأفريقية، ولو وحدنا يعني جهودنا مع بعض احنا اللي هنستغلها، ومش ده المطلوب. المطلوب ان هو في قوة كبيرة، ومش يمكن كمان حتى القوة التقليدية، احنا بنتكلم على قوة كتير ظهرت وبمسميات مختلفة ووجوه ضاحكة وباسمة بتيجي بانها بتقدم لنا معونات وبتساعدنا، لكن هو في الاول وفي الاخر هو الهدف هو انه تستغل الامكانيات الكامله في هذه المنطقه. القوه دي في راي السيد الوزير لا تريد علاقات بين افريقيا والعرب، علشان كده هم بيحاولوا ان هم يعملوا هذا التقسيم. بيتكلم على تنامي التطرف في المنطقه خاصه في المنطقه بتاعت الساحل والصحراء، واتكلم على انه التنامي التطرف ده ما هوش الهدف منه بالفعل مجرد هدف ديني، ولكنه هو بهدف يعني تحقيق او تحقيق تواجد للتدخلات الاجنبيه للسيطره على المناطق واستغلالها عموما. اتكلم على اهميه ان احنا نقوم بدراسه التوازنات السياسيه المختلفه
أي محاولات أخرى لتشتت انتباهها وتحاول تفرق بينها وبين دول القرن. أنا حاولت أن أنا أعمل ملخص سريع وأرجو أن هو يكون موافق. The last point I would like to say that
If we look at the map of Africa and the Arab world and imagine that this vast geographic area be linked by united economic relations, using all the natural resources, then all these countries will become rich and have a better presence in the world arena. Thank you. لن أتحدث عن جزئيات أو برامج أو مصادر، إنما سألمس باختصار شديد قضايا استراتيجية محددة بالنسبة لأفريقيا. قبل أن أبدأ أحيي الأربعة الكبار ورئيستهم أو مقدمتهم على المائدة الرئيسية، وأحيي من حضروا الحلم بعد المؤتمر الرئيسي. الحلم هو أفريقيا اليوم. مصر دولة عربية أفريقية. نجحت السياسة الخارجية المصرية في استعادة هويتها الأفريقية ودورها العربية والأفريقية بعد ثورة 30 يونيو. وهذه أحد أولويات عمل المجلس المصري للشؤون الخارجية. الواقع أنا أود باختصار أن ألمس النقاط الرئيسية التي مع كامل إعجابي بما طرح من السادة المتحدثين، أود أن أنبه إلى نقطة رئيسية حضرتها في ورشة عمل في فيكتوريا مؤخرا، وهي الدراسة المستقبلية لأفريقيا. ناقشنا أفريقيا عام 2050، وأنا ألفت النظر الآن إلى أننا كدول أفريقية لابد أن نتبنى دراسة المستقبل بالنسبة لأفريقيا، والوقت لا يسمح أن أتحدث في بحث كامل تم يعبر عن أن أفريقيا عام 2050 ستكون من دول من القارات العظمى ذات السفر الاقتصادي والسياسي والدولي إذا أريد تنفيذ البرامج التي طرحت. أحصل أيضا عن صعود أفريقيا اقتصاديا، وبدأ هذا فعلا في دول أفريقيا كما تحدث البعض، ووصلت إلى مستوى الإيماجين إيكونومي والذي يتنبأ فيه الكثير بمستقبل مبشر في الجانب الاقتصادي. وأحد هذه الأمثلة عضوية أحد الدول الأفريقية جنوب أفريقيا في مجموعة البريكس الدولية من البرازيل وروسيا والصين. أحيي ما ذكر الممثل ISS مما ناقشناه في بريتوريا، وهذا شيء أيضا مستجد عن البيج فايف. البيج فايف يشمل مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا وإثيوبيا والجزائر أيضا، رغم أن ممثل الجزائر لم يحضر لسبب أو آخر. واستعرضنا مستقبل الأوضاع الاقتصادية والسياسية للبيج فايف الذين ذكرتهم، وكيف استمر الدول الخمسة الكبار. وأنا سعدت بأن توصف مصر بأنها أحد البيج فايف في أفريقيا، وكيف يتم هذا في إطار مستقبل أفريقيا. خليني أقول نخلص إلى النتائج. أن الدول الأفريقية وصلت لدرجة نمو اقتصادي وضعها في عضويات دولية وإقليمية، وأن الدول الخمسة البيج فايف هي أحد مستقبل القارة، ولا بد من متابعة ذلك بالبحث وبالبرامج. نمرة 2، دور مراكز الفكر الأفريقية. لم يطرح في أي كلمة اليوم دور مراكز الفكر الأفريقية، رغم أننا في المجلس المصري أفضل مراكز الفكر في السياسة الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أنا أنبه بأن يتم بحث موضوع مراكز الفكر الأفريقية، وقد بحثناها في أكثر من ورشة عمل في أفريقيا، وخلصنا إلى التحديات التي تقابلها وإلى الوسائل
التي يمكن أن تقوم به مراكز الفكر الأفريقية في دعم صناعة القرار في أفريقيا وفي العمل جنبا إلى جنب مع متخذ القرار في أفريقيا. البند الرابع الهام الذي فعلا ننتبه إليه هو ما طرح على المائلة الرئيسية من التعاون الأفريقي العربي، ولكنه كان إشارة سريعة رقيقة يهمني أن أنقل أن أفريقيا تنتظر الكثير الذي لم يتم من الجانب العربي حتى الآن، وتنتظر علاقة استراتيجية عربية أفريقية بحيث يشكل الجانب قوة اقتصادية وسياسية. أخلص إلى توصية أرجو أن تتم، وهي التوصية بعقد مؤتمر لمراكز الفكر العربية والأفريقية تحت رعاية الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لكي نصل إلى قرار وبرنامج تنفيذي هام. النقطة التي أختم بها ولم تصار أيضا هي تحديات الإرهاب في أفريقيا، سواء في مصر أو في نيجيريا أو في الصومال أو في دول مستعرضة الدول كلها تونس وغيرها. لا بد أيضا أن يشهد هذا المؤتمر كيف تواجه أفريقيا كما عدم الإرهاب الموجود بها في إطار مواجهة الإرهاب على المستوى الدولي، ولهذا حديث آخر. وشكرا. شكرا سعادة السفير. سفير محمد إدريس. شكرا لسعادة السفيرة العزيزة رئيسة الجلسة سعادة السفيرة أبونا عمر، وسعيد أن أكون بين أساتذتي الأجلاء، وسعيد أشكر المنصة والمحدثين على هذه القيم، خاصة أن من بينهما الشقيقين عزيزين من بينهما أديس أبابا أبو صباحات نجا والسفير الكنسانيا ويلكم تو كايرو أبو صباحات ويلكم المسجد الكنسانيا. وطبعا ارحب بسيد وزير الدكتور حسين سليمان واستاذ السفير احمد الملك. اعتقد ان الخناقه واجبه ذاتا. انا محمد ادريس سفير مصر في اثيوبيا، وانا قادم هنا مع وفد الشعب الاثيوبي الذي سيصل فجر الغد، يضم 60 شخصيه اثيوبيه من كبار الشخصيات الرئاسيه رئيس البرلمان الاثيوبي. التهنئه واجبه لمجلس مصر الشؤون الخارجيه رئيسا واعضاء ومشاركين لهذا الحدث ومستفيدين من النشاط القيم للمجلس. واذكر استاذ سيد سفير عبد الرؤوف الريدي في غيابه، واتمنى له الصحه والعافيه، وان شاء الله 15 سنه تتحول الى 100 سنه من الفكر والعلم والعطاء. الحديث عن افريقيا حديث ذو شكوك، وهي يحتاج بدون تهوين ولا تهوين صورة بسيطة من الأداء والإنجاز والإدفاع أيضا. ولكن هدفنا ربما في هذا اللقاء أن نعرف أين حدث التعثر وأين الفجوات حتى نستطيع أن نتعامل معها وأن نكسر الهوية. هي هذه ثورتنا الحديث عن الدور التاريخي المصري مقابل غياب الحديث أو الرؤية عن الدور المستقبلي. الحديث دائما عن الماضي وعن دورنا التاريخي وكاننا نتعامل مع زمن افتراضي غير الزمن الحقيقي الذي نعيشه. واعتقد ان ادو صباحات نجا اشار لهذه النقطه. اعتقد اننا تعاملنا مع الامور الافريقيه وكثير من القضايا بدورها كانت في هذا بدون نظره مستقبليه. تعاملنا مع الامور وكان الزمن لم ولن يتغير. نحن كما نحن، افريقيا كما هي، الاقليم كما هو، الوضع الدولي كما هو. ولكن اذا قرانا كل هذه المفردات نجد لسنا نحن كما نحن، وليست افريقيا هي افريقيا التي اعتدت عليها من قبل، وليست الاقليم كما هو، وليس الوضع الدولي كما هو. وللاسف كثير من هذه التغيرات لم تكن في صالحنا. اعتقد ان التعامل مع الحاضر بمنطق الماضي افقدنا الكثير من الرؤيه للمستقبل وفعاليه الاداء المستقبل. وهذا ما نحاول ان نستدركه الان. التعامل مع افريقيا يمكن ان يكون بمنطق الكارتوستات. نتصور القرون التي نجدها في المطارات او صوره تذكاريه او منطق الجوهر الحقيقي. منطق الكارتوستات يجعلنا نتعامل مع الشعارات، ومنطق الجوهر الحقيقي لازم يترجم الى تجاره واستثمار
والتعاون الحقيقي وبرامج على الارض وليس مجرد التواجد ولكن التواجد الحقيقي المهم. واعتقد هنا كلام كثير وربما الفعل قليل وعايز سفير ابو العمر استكان شرطه الى ايضا التعاون يجب ان يكون ليس منطقه الحدث ان الزياره تمت او زياره اتت الى هنا او زياره من هنا الى هناك هي ليست حدثا ليست فن ولكن هي عمليه بنائيه العلاقات كائن حي ينمو ويتطور ويتبع قوانين البيولوجيا ليس قوانين الميكانيك في عملية ديناميكية وليس استاتيكية وأشارت السفيرة الإنسانية إلى هذا أعتقد على المستوى الوطني نحتاج إلى كثير من التنسيق والتضافر وتكامل الجهود هناك جهود كثيرة تبذل ولكنها ليست في تناسق أو تضافر أو تكامل وهذا أمر مهم وهناك أدوات كثيرة متعددة يجب أن نستخدمها وأيضا السفير محمد حكايت أشار إلى ذلك أود أن أشير إلى أنه قبل السفر إلى إثيوبيا جلست جلسة مطولة مع السيد محمد خالد السيد وزير الأصل محمد خالد وهي تحدث عنه أننا عندما كنا نساعد أفريقيا في بعض الأمور كنا نكتشف أننا نحتاج إلى بعض التغييرات مثلا نصدر إليهم بعض الأمور ونحتاج إلى أن نربط إنتاجنا بإنتاجهم ونحتاج إلى بعض التعديلات في مصانعنا حتى يكون الإنتاج عندنا متطابقا متوافقا مع العملية التصنيعية التكميلية التي تتم هناك وهناك محتاجة إلى الأمر يحتاج إلى رؤية وخطة أعتقد أن الفيجن والبلان هو منطق مهم وليس التعامل منطق التجزئة نقطة أخرى نقطة الفراغ الشكوى كثيرة من أنه هناك داعمون آخرون دخلوا أفريقيا وسبقونا بها ولبسونا وأعتقد والكلام كده عن إسرائيل في هذا الموضوع كثير يشتكي من بعض إسرائيل وضد إسرائيل في أفريقيا فأقول أن الدول تتعامل بما يكتب مصالحها ونحن قد تركنا فراغا ملأه الآخرون فلا نلوم الآخرين ولكن نلوم أنفسنا. نقطة كبيرة نقطة أعتقد أنه البعد الشخصي والبعد السيكولوجي مهم في التعاون مع القارة الأفريقية وهذا الأمر يعني يجب أن نكون يؤخذ في الاعتبار ويكون دائما حضورنا على مستوى هناك الآن هذا يحدث في من قبل كان دائما كان الأمر على مستوى الرئيس يحضر الوزير لحد الاجتماع على مستوى الوزير يحضر السفير لمستوى السفير يحضر يعني مهندس وأقل الآن نحاول أن نكون حاضرين على المستوى الأكبر وختاما أعتقد تحتاج إلى ذهنية جديدة على مستوى رجل الشارع للتعامل مع أفريقيا ذهنية جديدة تقوم على الاحترام والتقدير المتبادل وعلى المصالح المشتركة وأن نحترم الآخرين ولو اختلفنا معهم حتى يحترمنا الآخرون ولو اختلفوا معنا فلا يجب أن لا يفترض أن نتفق على كل شيء لكن كيف نتفق وكيف أختم بسؤالين أعتقد يعني أنهما شاغلين أولا سؤال وطني هو كيف ننتقل من هذا الدور التاريخي إلى هذا الدور المستقبلي وأتحدث بسؤال آخر سؤال قاري كيف تتحرك أفريقيا نحو التكامل الأفريقي في وقت التجارة الأفريقية والاقتصاد الأفريقي ليس بأيدي أفريقيا وعمليات قضايا السلم والأمن في أفريقيا الدور المؤثر فيها ليس أيضا للاعبين أفريقيا وأعتقد أن هذين التحديات التربية شكرا كثيرا شكرا سعادة السفير احنا للأسف طبعا احنا وقتنا خلاص الساعة الخامسة بس أنا عندي اثنين متحدثين فأنا أرجو إن احنا بعدهم نغلق يعني الباب بتاع الأسئلة سعادة سفير روبير اسكندر أنا لأن هم أبلغوني إنه في ارتباط بمركب هتتحرك فعلشان كده مراعاة للبرنامج ضروري نخلص فيه التسليم اتفضل لم يتوقف وإنما كان الاستمرار موجود وتجاوزنا مرحلة التعاون المباشر إلى إدخال طرف ثاني معانا فإحنا كنا بنشنل بنوزع بعض المعونات اللي بتجيلنا بنديها للدول الأوروبية بفرنسا على شكل منح وتدريبات وحاجات كانت مهمة الدول المانحة لنا ودي حاجة، الحاجة الثانية
انه كان في حاجه اسمها الحوار البوليتي اللاتيني. الحوار البوليتي اللاتيني كانت مصر دايما موثقه بالنسبه لافريقيا والمكسيك كانت موثقه بالنسبه للدول اللاتينيه. والتبع كانت بتجتمع مره كل سنه، مره في القاهره مره في المكسيك. وتم خلافه التعاون العربي الافريقي اللي كانت مصر بتكون فيه بدور كبير بالنسبه لافريقيا. انا واثق من انه كان في نوع من التباطؤ يمكن في العلاقات في الفتره الاخيره بين مصر والدول الافريقيه، وده مش لحاجه الا المسؤولين المسؤولين كانوا عن مواضيع حاده تستحق النظر سريعا. فكان في نوع من التباطؤ، بس استعدنا الروح السريعه تاني ونأمل بأن تستمر على طول في الأول. شكرا. 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 دكتور تفضل. أنا صدع الدعاء طويلة أطراف مستعين وعضو الصحة ومجالس قمام متخصصة وأشرف من عضو في المجلس المسؤول عن التعليم وخمسة فرق بشكل. استندت على كلام سيد رئيس اللجنة كلمتين أتصور في غاية الأهمية. الأولى، الأجيال القادمة الأفريقية لا تدرك ما تم سابقا من الخطوات الحضورية سواء في مصر. النقطة الثانية، زي ما سعادة الحضارة ذكرت، أن القيادات السياسية والتقارب ما بينهما غير كافي لتوافق العلاقات ما بين الشعوب. وزي ما ذكرت سعادة لابد من تفعيل هذا التوجه من القيادات والعلاقات بين الرؤساء المنطقة. اسمحوا لي أن أقترح مستندا على هذا الكلام وفي السياسة المستقبلية المصرية. أنا بشكر سيادة السفير سوريا سفيرنا في سوريا لما ذكر هناك وفود شعبية قادمة لرئاسة رئيس البرلمان. أنا متصور أن السياسة المصرية المستقبلية تجاه أفريقيا لابد أن يضاف فيها بعد أكثر إنسانية. يكون تكون سياسة أكثر أقل جفاء. السياسة الدبلوماسية المتنشئة لو أسمحت المخالف يعني انتهى امره. انا متصور هناك سياسه لابد ان نضيف حاجتين في عندنا ثروتين في افريقيا. الاولى اللي هي الثروه البشريه سواء في مصر او في افريقيا، والثانيه العواطف العاطفه. كل الافارقه عندهم ايموشنز فيلينجز ويرتبطوا بالفن. انا متخيل لو مستقبل الوفود الشعبية تكون خليط من الفن، من الصحة، من هندسة الري، من التجارة، يكون في قالب واحد. لا هدف دبلوماسي مؤكد، لكن تلين يكون في أكثر لين. أقصد بذلك أنا كنت أتمنى الوفد الشعبي الأفريقي اللي قادم بكرة الفجر النهارده ما يكونش رئيس البرلمان، يكون أكبر مثلا ممثل أو مغني عندهم مثلا يجي يسمعنا الفن مثلا في هنرتبط مؤكد رقص الاثيوبي عندنا، وبالمثل بما نكون من مصر نروح هناك الدول الافريقيه. حقيقي في زي ما سعد السفير قال كان في 2000 فيلم بيطلع في نيجيريا ما شفناش حاجه هنا في مصر عنه ولا سمعنا عنه في البرلمانات الساميه. ونقص على ذلك في الثقافه، نقص على ذلك في الطب البديل اللي موجود في افريقيا، نقص على ذلك في ابعاد سياسيه عاطفيه لابد ان تكون ابرز من هي السياسه الحاليه اللي احنا بنسميها السياسه الجافه اللي هي علاقه النت بالنت والكلام بالكلام والمصلحه في المصلحه، يعني انا اكسب منين وانت تكسب منين. الاهم ان احنا يكون في هذا الترابط الانساني ما بين الشعوب. نشكر حضرتك على الاقتراحات يا بنات. انا هستاذنكم عندنا عطوه مركب